رقم 111 Have you ever been to London؟ هذه الجملة هل حصل في حياتك مشيت لندن؟ In this question we ask about possibility about the past. طبعا هذه هي الحقيقة possibility about the past، شيء ممكن في الماضي، إمكانية بتاعت حصول شيء في الماضي. هذه جزئية السؤال question. يبقى نحن نحط في بالنا إنه سؤال question مرتبط مع possibility about the past. طيب رقم 112 I haven't done my exam or my exams yet. I haven't done my exams yet. نفس الكيفية، هنا عندنا علامة اللي هي yet، علامة من علامات ال present perfect. Haven't or hasn't sometimes plus done. Have زائد التصريف الثالث أو has زائد التصريف الثالث اللي هي القاعدة بتاعت إيش؟ ال present perfect اللي هي yet واحدة من علاماتها. ممكن تضع دائرة حول yet وتشير للإجابة إنه have أو haven't plus done. Spectacular means something which is ish wonderful to look at. يمكن احنا spectacular متعلقة ب wonderful or something wonderful to look at. رقم 114 The Sunbeam Hotel which is very close to the beach is the best hotel in the town. طيب يبقى نتكلم عن الهوتيل طول نفكر في which hotel which is، تذكروا استخدام which قلنا ل يعني إعطاء معلومة إضافية عن إيش، عن اسم غير عاقل هو hotel. و الفعل عرفنا انه اذا كان الاسم عاقل مع فعل استخدم ال relative pronoun هو، اما اذا كان اسم غير عاقل مع فعل استخدم which بيناتهم. طيب hotel مع which كنت احطها كعلامة. 115 If we get self-catering apartment in Spain, we can buy food at the market and make our own meals. هنا عندنا Spain مرتبطة مع self-catering apartment. 116 I have lived here since 2010. Since قلنا واحدة من علامات ال present perfect قاعدة has أو have زائد التصريف الثالث، يعني عندنا أكثر من علامة since for yet. هذه اللي كان ركزنا عليها أو مرض علينا في المساء السابق. فالآن عندنا have معطينا الفعل plus التصريف الثالث have lived، والمطلوب قبل التاريخ هذا هو 2010، نحط إيش؟ نحط since. طبعا نحن since بنستخدمها بمعنى منذ، ودائما since تجينا قبل يعني زمن محدد، إما ساعة محددة يقول لك الساعة 9 يقول لك 9 o'clock مثلا أو 9:30 زمن محدد، أو شهر محدد يقول لك مثلا جولاي جون أوغست، أو حتى يوم محدد Sunday Monday Tuesday، أو حتى سنة محددة يقول لك 2010 1999
وهكذا. يبقى التاريخ أو السنة إذا كان محددة يستخدم since، وكذلك إذا كان تم تحديد اليوم ذكر اليوم أو الشهر أو كذا فنستخدم since معها. بالنسبة لفور نستخدمها للمدة الزمنية مثلا، والمدة الزمنية هنا بتكون يعني غير محددة، مثلا السنة غير محددة 10 years طيب 10 سنوات، لكن بدأت من سنة كم إلى سنة كم، هذه شوية فيها ما فيش تحديد للسنة بالتحديد. طالما إنه ما فيش تحديد هنستخدم for. الساعة يقول لك for 2 hours، مدة ساعتين، هنا نقول for لأنه حتى الساعات الساعة غير محددة بالضبط. لمن يتم ذكر اليوم أو الساعة أو الزمن أو كذا استخدم since، بهذا عشان تفرق بين for و since. 117 airport, car park and post office are، دي كلها تكون من واحد من air و port، دمجناهم مع بعض عملنا airport اللي هي بمعنى مطار، air بمعنى هواء أو جو، وبورت بمعنى ميناء، فيبقى قلنا ايربورت بمعنى ميناء جوي اللي هو المطار. وهكذا كار بارك نفس الشيء، بوست اوفيس كلمتين دمجناهم مع بعض اللي هم كومباوند ناونز، كومباوند ناونز. يبقى ايربورت كومباوند ناونز، خليها ناخذ لك واحده واخذ لك واحده منهم كمثال، ايربورت هي كومباوند ناونز، هذا تساعدك بعدين في عمليه الحفظ. طيب 118 the lady whose car is red is called Fatima. طيب وحطانا lady وبعد الفراغ حطانا ايش car، يبقى في علاقة بين lady والcar. يبقى the lady whose car، whose car إشارة للملكية، السيدة التي سيارتها مالها is red لونها أحمر is called Fatima. يبقى هنا نتكلم عن علاقة ملكية، relative pronoun اللي يشير للملكية بين إيش المالك من، lady سيدة، والمملوك إيش car، ربطناهم ب whose كذا. يعني عندنا أكثر من relative pronoun، هو اسم عاقل مع فعل، وإذا كان عندنا اسم غير عاقل مع فعل هنستخدم which. و الآن عندنا إذا كان اسم مالك واسم مملوك بعد الفكرة إيش علاقة ملكية، كلهم relative pronouns، هنا في الحالة الأخيرة هذه هنستخدم whose، okay. WHOSE. طيب نمشي لرقم 119. The most popular procedures people travel to Beirut for are، يمكن عندنا أسباب أو عدد من العمليات بتخلي الناس تسافر لبيروت، يعني يبقى معظم العمليات اللي بتسافر لها الناس أو بتسافر الناس لأجل لبيروت هي for إيش. يبقى بيروت هنا مرتبطة مع إيش، البلاستيك سيرجريز، بلاستيك سيرجريز. طيب 120 we need، يبقى انا عاوزك تفكر في بالنسبه ل 119 قبل ما نكمل في 120. هذه 119 بيروت هذه مرتبطه مع البلاستيك سيرجريز، بيروت بلاستيك سيرجريز، هذه للحفظ الدائره، اعمل دائره او خط تحت كلمه بيروت هي علامه لي بلاستيك سيرجريز. we need to show people who are close to us that we care about them by giving them ايش a significant، هذه الاجابه a significant amount of our time. طيب الاشخاص اللي او الناس الذين who are close people، close to قريبين مننا، نحن نحتاج انه نهتم بهم، care about them، وبالتالي نحتاج ل significant amount of our time، نحتاج لوقت يعني يعني كمية من الوقت، أوكي ممكن نحن نقضي معهم يعني.
طيب significant amount of our time بدي مرتبطة مع people و close to ممكن تأخذ حتى time هنا كإشارة للإجابة. طيب بالنسبة لرقم 121 I was waiting in the check-in line when I realized I had forgotten my passport. طيب أنا عايزك تحط في بالك إنه realized هي إذا كان سبقت العبارة ممكن نقول المفقود حيكون إيش had زائد التصريف الثالث من forget هو forgotten. forget ينسى وforgotten اللي هي التصريف الثالث من forget. طيب يبقى realized علامة لتصريف ال present ال past perfect. realized استخدم معها ال past perfect had زائد التصريف الثالث had forgotten. realized had forgotten اعمل إشارة على realize كمؤشر للقاعدة بتاعت had زائد التصريف الثالث had forgotten. طيب رقم 122 what have you been doing هذه فيها have وزائد been وبين التصريف الثالث يبقى have زائد التصريف الثالث دي present perfect اللي بعدها do زائد ing ودي ing معناها continuous يبقى بنسمي القاعدة هذه present perfect ايش continuous present perfect continuous دي تفهم انها قاعدة present perfect continuous. طيب رقم 123 هذه تقريبا مرت علينا قبل I can't find my boarding card find ايش find my طول البوردنج كارد اللي هو ورقه ركوب الطائره I can't find my boarding card find my boarding card احفظ find my boarding card معها find my boarding card هذه تكون ماشيه مع بعضها. طيب رقم 124 they have been married for 3 years. طيب هي العلامة for اللي هي قلنا واحدة من علامات ال present perfect قاعدة has و have زائد التصريف الثالث اللي هي العلامات قلنا for و since و yet. اوكي يبدأ for 3 years طوالي معناتها they are you we they have زائد been أو have زائد التصريف الثالث و he she it زائد has زائد التصريف الثالث. طيب 125 How long have you been a pilot? How long have you been a pilot? طيب هنا عندنا how long طول نحن نفكر في have you been how long have you been okay how long have you been okay. طيب رقم 126 علامة fantastic and CD or fantastic new CD ركزت على fantastic لأنها مميزة زي CD يعني كلمتين يعني ممكن حتى تأخذ CD أو fantastic يبقى الشيء اللي ممكن تكون اشتريته إيش I have bought CD or I have bought a fantastic new CD حط CD و fantastic أو CD كعلامة إنه أول ما تلقاه طول تفكر في إنه في شيء اشتروه أو اشترى CD أو في شيء اشتري اوكي او something like that او CD تم شراءه تقول I have bought a fantastic new CD اشتريت او انا قد اشتريت CD جديد رائع. اوكي Do you want to come round and listen to it? اوكي فدي تكملت الجملة. طيب بالنسبة لرقم 127 something which is wonderful to look at. طالما إنه wonderful طوال هو spectacular. Yes. Spectacular. Okay. طيب هي spectacular
هي متعلقة بإيش؟ بي wonderful spectacular wonderful wonderful spectacular. واحدة منهم على من الثانية، حتى هي مرض علينا في شكل آخر في سؤال سابق، لكن تكون حاطي في بالك إذا كان أعطانا wonderful معناته أنت تبحث عن العلامة دائما، تلقى في الجملة في الامتحان تبحث عن العلامة، العلامة تذكرك بالإجابة إيش؟ wonderful to look at spectacular. طول حتلقاها في الخيارات حتعرفها. طيب شوف رقم 128. My sister في فراغ بعديها إيش؟ favorite food. sister أختي أو my sister أختي و favorite food طعام مفضل. يبقى العلاقة بيناتهم إيش؟ هذه noun وهذه noun. يبقى هنا حنستخدم بيناتهم whose، أختي التي طعامها المفضل هو إيش؟ my sister whose favorite food is pizza. أختي التي طعامها المفضل هو البيتزا. طبعا whose وhom و whose وwho وحتى which كلها الذي والتي وكذا. طيب الآن هنا بنتكلم عن noun and noun، بيناتهم بنحط إيش؟ whose علاقة الملكية. أختي التي طعامها المفضل هو البيتزا is having her birthday party at an Italian restaurant. هي حتعمل عيد ميلادها أو حفل عيد ميلادها في مطعم إيطالي. أوكي. طيب رقم 129. The laboratory dot dot I work has very powerful computers. طيب اللابراتوري اللي هو اللاب المعمل، I work أنا أعمل، has very powerful computer، لديه يعني حواسيب قوية. أوكي. طيب نوعية بتاعنا، طيب نتكلم عن the laboratory، العلاقة بيناتهم. طبعا إنه هنا في pronoun، pronoun اللي هو الضمير يحل محل الاسم، الضمير يحل محل الاسم، عندنا noun و pronoun. طيب دي معناتها كلمة تحل محل الاسم. طيب هنا الآن عندنا شيء آخر، هو بيتكلم عن مكان laboratory اللي هو مكان المعمل، where الذي أعمل فيه باللابراتوري. أقول طول تفكر لابراتوري I اللي هو تقول لابراتوري where I المكان الذي، هذه where تستخدم مع الأمكنة مع places where. okay. the laboratory where I، يبقى حط لابراتوري معها where where. طيب 130. about to happen means means what around the corner. about to happen around the corner. okay. هذه كلمة بكلمة ومين ذكر قلنا مين للمعنى opposite. لو قال opposite معناته يطلب عكس الكلمة اللي هو فيه on وin وكذا وim للتذكير في opposite im مع الكلمات أو adjective التي تبدأ بحرف ال p أو حرف ال m. هذه في بالنسبة للأوبوزيت. أوكي بس إحنا التلميح بتاع مينز هذه دائما نحاول نتذكر. طيب about to happen again اللي هي بمعنى around the corner. طيب قريب حدوث. أوكي طيب نشوف 131. I have never ridden an elephant. طيب هنا عندنا الفكرة بتاعت have، هي contraction اختصار لي have I have. طالما انه في have طول تفكر في التصريف الثالث بعدها تبقى فكرة كده. I have never ridden an elephant. I have never ridden an elephant. أنا في حياتي لم أركب على ظهر إيش؟ elephant، على ظهر فيل. طيب never هذا يقول نحن بجينا مع النيجاتيف، تذكر تذكر الفكرة. I have never ridden. okay. I have never ridden بهذه التصريف الثالث. وواحدة من العلامات الإضافية غير since وfor ويت، يعني عندنا never
وعندنا حتى ever okay هي من علامات ال present perfect اللي هي قاعدة have زائد التصريف الثالث أو has زائد التصريف الثالث. I, you, we, they, have زائد التصريف الثالث. He, she, it, has زائد التصريف الثالث. هذه التذكير. طيب 132. It's only 8 o'clock, but Samia has already. طيب هنا نفس الشيء شبيهة بالجملة اللي قبلها، حطها لك has، حط العلامة السادسة بتاعت الـ present perfect اللي هي already. جزدنا زائد for since ever never ويت عندنا already، حتى هي من الأشياء قررت يعني داخلة معنا في منهج. طيب has موجودة معناتها بعدها في التصريف الثالث، has already زائد gone اللي هو gone التصريف الثالث من إيش؟ من go went التصريف الثالث gone. So has معها gone، has gone، has gone، have written، have written، وهكذا تصريف ثالث مرتبط مع القاعدة. رقم 133. I spent the morning at the beach and in the afternoon. Okay, sorry. I spent the morning at the beach and in the afternoon we did some sightseeing. Did sightseeing or even did some sightseeing. هذه العلامة حطها، حط الدائرة حول هذا وحاول احفظها. Did sightseeing. Did اللي بعدها sightseeing. طيب 134. To lie or trick. يعني بإشارة ليكذب ويخدع. Someone إشارة بالمعنى cheat. Cheat اللي هو يكذب يغش ويخدع. Lie trick هم علامات المعنى مباشر لهم. Lie trick cheat. حط دائرة حول lie مثلا أو trick أسهل عندك وتذكر معاه إنه lie cheat trick cheat مذكر المعنى. طيب 135. Credit card is a piece of paper that you can use to pay for things. Credit card هي البطاقة الائتمانية، البطاقة الائتمانية هذه بطاقة المصرف، هي piece of paper هل هي ورقية؟ هذه الجزئية بتاعت الخطأ. It's false. احنا نقول piece of plastic. Plastic not paper. هذه paper هي الخطأ. لو حط plastic كان قلنا صحيح. طيب. Credit is a piece of plastic. معطيك الإجابة. You can use to pay for things. يبقى الخطأ في كلمة paper. Credit card, paper, خطأ. Credit card, plastic, صح. طيب. Deposit means money that you put in your bank account. Deposit اللي هو الإيداع، تعني money مال، put تضعه في البنك، المال اللي تضعه في البنك money put bank. ثلاثة كلمات دي مثلا money put bank اللي هو بنسميها deposit اللي هي صحيحة بالشكل هذا نقول هي true. Deposit through. طيب a check هذا هو اللي ورقة، هو اللي paper. A check is or a check is a piece of plastic you can use to pay for things. هو قال هنا check هو plastic وهذه خطأ. Check is piece of paper. الخطأ وين؟ في plastic. Check ليس paper، ليس plastic، ليس من البلاستيك، هو من الpaper، هو ورقي. هذه false.
طيب رقم 138 we use the passive form when the focus of the sentence of the sentence is on the subject. طيب هذه false خطأ لأنه نحن ممكن نقول التركيز بيكون على الأوبجكت أو حتى not only the object ممكن نقول the action. طيب اللي هنا خطأ يتعلق بالباسيف. الباسيف اللي هو المبني للمجهول باسيف subject خطأ لو قال passive object يعني صحيحة passive focus on what action حتى هي صحيحة لكن passive subject خطأ ما يركزش focus هذه تركيز يركز على كده فالpassive لا يركز على subject يعني في النهاية حيستضيف كلمة by طيب نحن حنتكلم عليها بتفاصيل لكن أذكركم بأن قاعدة الباسيف مختلفة من الأكتيف. الأكتيف سنتنس مبنية للمعلوم مكونات عندنا subject فاعل verb فعل بعده object. في حالة الباسيف بنحول الأوبجكت نجيبه مكان الفاعل مكان المفعول به نجيبه مكان الفاعل طبعا الجملة العادية فاعل وفعل ومفعول به. طيب في حالة الباسيف المبنية للمجهول بنجيب المفعول به مكان الفاعل زي قصة نائب الفاعل عندنا في اللغة العربية. نجيب نبدأ بالمفعول به في الأول بعده بنغير صفة الفعل لإز أو آر أو حتى إذا كان باست بنقول was أو were زائد التصريف الثالث للفعل الموجود. وفي الأخير ممكن تقول by فلان باي وتجيب السبجكت اللي كان موجود او تخليها من غير اضافه السبجكت او الكلام عن السبجكت لكن التركيز موجود على ايش؟ على الاوبجكت على المفعول به وعلى الاكشن على الفعل يعني. طيب حنتكلم عليها بعد في مثال حجينا مثال عليها. طيب رقم 139 an expert is a person who knows a lot about a subject. خبير هو شخص عنده مع يعني يعرف كثير عن شيء ما أو عن موضوع ما وهذه true expert خبير subject ممكن تعتبره هما إشارات لبعض قول true صحيحة. رقم 140 money taken out of your account المال اللي مأخوذ أو الذي يؤخذ من حسابك يسموه إيش money taken out of your account ده بنسميه withdrawal ده السحب لما تمشي تسحب الراتب بتاعك من المصرف هذا بنسميه withdrawal سحب يقول لك هل في سحب اليوم في المصرف withdrawal طيب money taken withdrawal money taken withdrawal money put in the bank deposit بهذا ايداع deposit ايداع و withdrawal سحب